طيب يا جماعة، اتشرفت جدا بمعرفتكم. أشوفكم بكرة الصبح على الفطار. تصبحوا على خير. أنت من أهل إيه ده توهم؟ أنت بتعمل إيه هنا؟ أمال مين اللي معاه الحاجة فوق؟ زاهر يا باشا. يا نهار أسود، زاهر ده بيخافوا الخيال. أنتوا اتجننتوا؟ ما هو الشيخ حسن معايا يا باشا. مش أنا قايل لكم بالليل لازم كلنا نبقى جنب بعض، ما نبعدش عن الحاجة؟ مفهوم ولا لا؟ مفهوم يا باشا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. انت عطشان انت كمان يا شيخ حسن؟ هو ده اللي مع الحاجة؟ انت سهران فين يا شيخ حسن؟ ربنا يوعدك يا ناجي باشا، السيدة زينب دعتني، قلت اروح اصلي ركعتين، حاجة تشرح القلب يا ناجي باشا. طب يلا كلكم على فوق، بكرة هنتحاسب. الفطار الساعة 7 الصبح. يلا اتفضلوا. ايه راح فين؟ راح فين؟ طب واخدين ايه؟ لا انتوا ها؟ اوت. صباح الخير يا كمالية. صباح الخير يا ميدي. يا ريت تعملي لي طبق بإيدي كده المرة اللي فاتت مع بعض. حاضر قوي. ايه انا اهبل اللي انت عامله ده؟ انت جاي من مجاعه يا ابني، لازم نهبق على كل جديد. نهبق ايه ده؟ انت هبقت على المكان كله. يلا بس هي كمالية، اشكرك خالص. يا ترى ايه البروجرام بتاعك النهارده؟ تسال ليه؟ بقول يعني لو ما عندكيش مانع تاخديني تفرجيني على الشام، اصلا اول مره اجي فيها سوريا. واضح انك انت خبيره هنا، وبالمره نتغدى مع بعض في اي حته. غدا؟ لا مش هينفع غدا، عندي ندوه شعريه في المركز الثقافي الروسي. انا بحب الشعر جدا، انا غاوي الشعر. خلاص يبقى اجي معاكي، والغدا نخلي عشاء. يعني انت يا عم اسعد بتطلع من هنا على النايت كلاب على طول؟ لا حول الله يا رب. يا ده راجل شقيان، الله، بياكل من عرق جبينه وبيتعب. بيتعب طبعا، الله، من الكباريه اللي بيتهم مثل الكباريه، وبعدين ما يحسش بالمكافح الا المكافح اللي زيه. لك الله يبارك فيك. صحيح عبد الجليل، الله يطول عمرك، انت بتحس مثل اللي فينا تعبان وشقيان. بقول لك ايه يا عم اسعد، انا سمعت ان في اوكرانيات وروسيات هناك بيفكوا مشنوق، صحيح؟ يعني ايه الحقيقه صح، بس انا ما لي علاقه فيهم. ما احنا عارفين طبعا، ما احنا عارفين. انت مالك؟ انت مالكش دعوه خالص. بس بقول لك ايه يا عم اسعد، يعني هو في هناك عربيات كده عشان خاطر اللغه، يعني يبقى الكلام رايح جاي كده ونفهم بعض؟ ايه ايه في، بس قليل كتير. جميل يا عم اسعد. جميل قوي. بقول لك ايه يا عم اسعد، اتفضل، احنا عايزين نروح النايت ده. من عيني هاي قبل هاي، بس خلي الزوامي هون، باخدكم معي على النايت كلوب. الراجل ده مجدع قوي. صباح الخير يا سيادة حسين. اهلا وسهلا. انا كنت عايز طقم الماس من عندك. طقم شو؟ طقم كامل؟ طقم كامل. شو المناسبة؟ عرس ولا خطبة ولا؟ تمالك انت عرس ولا انت تمالك؟ ده حاجة تخصني انا. بس هذا غالي عليه كتير. ها يا سيدي، غالي مش غالي، انت مالك؟ انا هشوف لو عجبني هدفع تمن. ايه هم.
تفضل. لا 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 انا عايز حاجه تخبل، حاجه كده اول ما تفتح العلبه تلاقيها ملعلطه قدامك. يا سيدي طلبك موجود بس مو هون، نحن الاشياء الثمينه ما بنتركها بالمحل. عندي طقم الماس حر كامل 12 ايراد. هو ده اللي انا عايزه. بس يكون بعلمك حقه 100,000 دولار. انا عايزه النهارده. ها؟ وفلوسي جاهزه. وعايزه قبل الساعه 7. اعتبره موجود. اوكي. ساب الدار امتى؟ طب مشي ازاي ومين خرج معاه؟ يا جماعه حرام عليكم، ده راجل قاعد على كرسي، ازاي تسيبه يخرج كده؟ طب انا اسف. متشكر متشكر. الو؟ ايوه يا حاج، انا حسام، حسام المصري. انا الحمد لله كويس. والنبي يا حاج، هو بابا ما رجعش البيت؟ انت متاكد ان هو ما رجعش؟ يعني البيت مقفول زي ما هو؟ اصل انا بتصل بيه على الموبايل بس موبايله مقفول. حاضر ان شاء الله هطمنك. حاضر. طب متشكر يا حاج، شكرا. ناجي بيك حبيب قلبي يا عيوني، بدي منك دقيقة واحدة بس، في شغلة كثير مهمة بدي أحكيها معك. اسمع يا ليمون، أنا ما بحبش حد يقعد يتنطط لي كل شوية. الموضوع بدي أحكيه معك أستاذ سر. خير؟ خير بالتأكيد، أنت أبو الخير كله، يا الله يخلي لنا إياك يا رب. خش في الموضوع على طول عشان أنا خلقي ضيق. إلك عندي مشروع ربحان الشيطان نفسه، أي ما أبي يخطر على بال حدا بالشام. المرة هلا عوض ما تكني صار بدها مكنسي على الكهرباء، عوض ما تغسل بدها غسالة على الكهرباء، الناس خلقها ضيقة كثير. عندنا هون بالشام في سوق اسمه سوق التنابل، الناس بتروح عليه بتشتري الخضرة والفواكه جاهزة على الأكل فورا. أنا مش فاهم حاجة. ما دام الناس ما بدها شيء صار بدها كل شيء على الجاهز، نحن بنضرب ضربتنا. شوف أستاذ، هي فرامة بقدونس، هي حفارة كوسة وباذنجان، هاي عصار الجزر، وهذا كله صناعة ألماني. إذا أخذنا التوكيل تبعه